ازيكم، معكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن الثانويه العامه. طبعا لو انت لسه مخلصه ثانويه عامه والنتيجه ظهرت بقى وانت شفتيها وجايبه مجموع مش عالي، فهتشوفي عنوان الفيديو هتقولي الثانويه العامه، مش هتفتحي اصلا الفيديو. بس انا عايز اقولك بقى العكس صحيح، يا حظك يا هناكي لو فتحت الفيديو ده، لان انا النهارده هتكلم عن مجموع الثانويه العامه وان انا ازاي قدرت اجيب مجموع قليل في الثانويه العامه بس نجحت في حياتي. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب مبدئيا كده، والله انا مش عارفه ابدا معاكم من ايه ولا ايه ولا ايه، مش عارفه ابدا معاكم من ايام الثانويه العامه انا كنت بعمل ايه، ولا مجموعي لما ظهر والشارع كله اتلم علينا ولا ايه. بصراحه عندي ذكريات حلوه قوي. بصوا انا هبدا لكم بسرعه كده من وانا في المدرسه. انا لما دخلت الثانويه العامه كنت دخلت فصل الفائقين والمتفوقين، عملت اختبار اللي هو ثالثه اعدادي ده ونجحت في الاختبار عشان انا من اذكى الاذكياء والعباقره. المهم بقى ماما فرحت بقى ووزعت البيبسي بقى والشربات ان انا ايه داخله فصل الفائقين، وبقت بتتفشخر بيا في كل انحاء العيله، اي حد انا بنت في فصل المتفوقين محدش يتكلم معاها. طبعا هو من بره هلا هلا ومن جوه على الله. يعني انا كنت داخله فصل الفائقين ومتفوقين عشان نجحت في امتحان الاختبارات بتاع الوزاره ده. المهم في الاخر بقى اولى ثانوي بالنسبه لي كانت مأساة جامده، لان كانت 16 ماده ساعتها، و16 ماده بالنسبه لي كانوا كتير قوي. فانا يعني كنت عايزه ازعل ماما برضو، مش عايزه اكسفها قدام زمايلها اللي هي بتتفشخر بيا قدامهم دول. كنت بحاول اذاكر. جيت في الترم الاول سقطت في ماده، فقلت لا مش هينفع. كده الترم التاني ذاكرت وعديت والموضوع خلص والدنيا تمام. بعد كده دخلت في سنه تانية بقى علم، اول اسبوع حسيت ان انا، مع ان انا بقى ايه بقالي من يعني من اولى ابتدائي لحد تانية ثانوي انا حاطه في دماغي ان انا عالمه رياضه وبصوا ابن خلدون. المهم بقى جيت في الاخر اكتشفت ان انا مش هعرف احل الرياضه اللي هي بتاعه الثانويه العامه، فرحت حولت حاجه اسمها علمي متقدم. علمي متقدم، علمي متقدم ده يعني انا باخد يعني باخد مواد علميه على ادبيه. وجبت في سنه تانية، مش فاكره جبت في سنه تانية كام، بس انا فاكره في سنه ثالثه ثانوي انا جبت ايه، لان ده بقى الحدث الرهيب. جيت في سنه ثالثه بتذاكر. انا من النوع اللي انا بذاكر وبعمل اللي عليا، يعني ما بذاكرش وببقى فاشله، لا بذاكر. يعني بروح الدرس اذاكر اللي عليا، احل الحاجات، وبحس كده جوه دماغي ان انا يا ده انا عبقريه، مفيش ولا سؤال بيعدي عليا وبحله غلط، لازم الاسئله كلها تتحل صح. المهم انا في الاخر بقيت احضر الامتحانات بقى الثانويه العامه واذاكر وكده. بس انا من النوع ان انا ما بضغطش نفسي جامد، لان انا لو ضغطت نفسي جامد او ذاكرت زياده عن اللزوم بحس ان كل حاجه بتتمسح. عارفين انا لما باجي امسك ورقه وراجع قبل ما اخش الامتحان، انا كل اللي براجعه كانه بمسحه، كل اللي براجعه كانه بمسحه. فكنتش براجع قبل الامتحانات، كنت بروح اجيب سندوتشات اكلها قدام المدرسه، او مثلا اقعد اهزر والعب وبتاع قدام المدرسه، ادخل على الامتحان لو صحابي قالوا لي يا سارة انت مذاكره، اقول لهم اقسم بالله ما اعرف، انا هخش قدام الورقه وهعرف بقى انا مذاكره ولا مش مذاكره. هو ده شخصيتي اصلا، مش عارفه انا يعني انا واصله لمرحله ايه. المهم بقى ان انا في كنت داخله امتحان قبل كده، كان في مساله انا مش فاكره هي كانت في ماده ايه، وكان في بنت، هي بنت دي كانت معروفه قوي ان هي دحيحه. كان في بنت يعني هي فاهمه كل الملزمه، وفي سؤال هي واقفه عنده هي مش فاهماه. فايه هو السؤال ده؟ سؤال اللي كان عباره عن زي قاعده كده بنمشي عليها في الاخر تظهر النتيجه. فانا بقى مش فاهمه الملزمه كلها، بس فاهمه السؤال ده بس. رحت لها قلت لها انت في ايه؟ كانت بتعيط بقى ومنهاره قبل الامتحان ب10 دقائق، مش فاهمه المساله دي ومش عارف ايه والدنيا هتضيع مني طب هاتي كده. لقيتها هي دي الوحيده اللي انا فاهمها اصلا، يعني هي فاهمه الملزمه كلها ما عدا السؤال ده، انا بقى فاهمه السؤال ده ومش فاهمه الملزمه كلها. قلت لها تعالي لي في ملعبي، ده السؤال الوحيد اللي انا فاهماه، وشرحته لها وفهمته وقالت لي بجد اه. طبعا صحابي قالوا لي يا سارة ما تفكري في نفسك وكده، قلت لهم انا كده كده عندي خربانه خربانه عادي، يعني مش بيفرقش معايا، يعني نصيبي هاخده. انا ذاكرت وعملت اللي عليا وماما دعت لي وانا ماشيه وفطرت وخلاص، هعمل ايه يعني. المهم بقى ان السؤال ده والله العظيم جه في الامتحان بنفس الارقام، وانا حليته وافتكرت البنت. بعد كده بقى لما طلعت من اللجنه، البنت دي لقيتها مستنياني وقالت لي شكرا قوي اللي انت شرحته لي، مش عارفه ده جه في الامتحان. قلت لها ايه ما شكرا على واجب يعني عادي. فانا كنت من النوع اللي انا ايه عادي، يعني كان في بقى ناس تنحى
في اللجنه اللي انا مثلا اقول لهم السؤال ده كذا يخبوا مني الورق والكلام ده، فخلاص اللي هم معايا في نفس الكليه وقاعدين على جنبي على نفس الديسك، انت يعني المفروض نساعد بعض، اللي يعرف حاجه يشرحها للتاني عادي يعني. المهم بقى ايه، احنا مش هنحارب، احنا يعني هو بصي هو كل واحد مش عايز يجيب اكتر من مفيش حد يعني. انا مثلا اشوف زميلتي، هي زميلتي دي مش عايزين اجيب اكتر منها يعني، او حرب. وانا بيني وبينكم الثانويه العامه دي بالنسبه لي هي مذاكره وحظ، فانت بتعملي اللي عليكي وربنا اللي كاتبهولك هيكون. ليه بقى بتكلم في النقطه دي؟ انا هقول لكم. جينا بقى على مرحله الامتحانات، بعد ما الامتحانات ما خلصت انا بقى مستنيه النتيجه. كانت زمان على ايامي ما كانش بقى النتيجه بتتجاب كده من البيت عادي، لا كانت الناس كلها بتنزل السايبرات، وما كانش في نت في كل البيوت، وطبعا كان الاول بنشترك في خدمه كده على الموبايل ان هو يظهر لنا النتيجه. فانا جيت على نتيجه سنه تانيه، انا بوريكم اليوم ده. المهم ان انا لقيت بقى واحده بتزغرط قدامنا، عرفت ان النتيجه ظهرت. فقلت لمامتي، كان الساعه 3 الفجر، النتيجه ظهرت يا ماما انا عايزه انزل اشوف النتيجه مش عارفه. كنت مجنونه بقى، كانت محسسه يعني ايه. طبعا النتيجه بتاعت الثانويه العامه كانت بتظهر، كان في قبلها بيوم ان هي نتيجه الاوائل. طبعا اليوم ده انا ببقى كاني النتيجه ما ظهرتش لسه، انا عارفه طبعا انا مش هبقى من الاوائل. الاوائل دول بيبقوا ناس عباقره، ويبقى هم هدفهم في الحياه ان هم مذاكره وبس، بيبقى هم ربنا خالقهم كده. لكن انا ربنا خلقني واحده عاديه، اذاكر يوم التاني اكسل كده يعني. المهم بقى اللي حصل ان انا لقيت بابايا الله يرحمه بيكلمني وبيقول لي ساره انت نزلت تشوفي النتيجه؟ فانا بقول له بابا لسه انا نازله على السلم، هو كان بابايا مسافر. فالمهم قال لي خلاص يا بنتي مش مهم تروحي تشوفي النتيجه. فبقول له ليه يا بابا؟ قال لي مش مهم يا بنتي خلاص مش مهم اطلعي بس وانا هقول لك وكده. قلت له لا يا بابا لازم انزل اشوف النتيجه. فالمهم ان انا نزلت فعلا وشفت النتيجه، ولقيت نفسي ما كنت جايبه 70%، كانت حاجه كده. المهم ان انا ساعتها رحت، في اتنين ماشيين في الشارع بيبصوا لفوق، او انا صوتي عليه مش عارفه صوتي عليه بيبص للشارع ولا لا. المهم يعني فضايح، لو انا قلت فضايح الشارع كله هيعرف. المهم ايه اللي حصل بقى، ان انا جبت النتيجه كنت جايبه 70% وناجحه. بابايا بقى شاف النتيجه وكان فاكر ان انا سقطت، بس ما رضيش يقول لي، هو خايف على احساسي. وانا قبل ما اشوف النتيجه بقى كان عمال يقول لي ايه يا بنتي ربنا كاتب لك حاجه، ما تزعليش يا بنتي، اوعي يا بنتي تحزني ومش عارف ايه. يعني انا برضو مامتي وبابايا مش من النوع اللي هو انت جبتي نتيجه زفت، ده انا بابايا كان فاكرني ساقطه. المهم رحت انا ايه بصيت كده قلت لبابا يا بابا انا، لما بقى رجعت قلت له يا بابا بابا النتيجه ظهرت، قال لي ما تزعليش ما تزعليش. قلت له يا بابا عادي مش زعلان يا بابا، 70% 70% انت مش ساقطه؟ قلت له ساقطه ايه يا بابا، حرام عليك يا بابا حرام عليك يا بابا، جايبه 70%. قال لي بجد؟ قلت له اه. فساعتها بابا راح وزع في شغله صناديق بيبسي بقى عارفين انتوا، مشبره بقى وبتاع، وزعها بقى ان انا ايه محسسه ان انا كنت جايبه 100%. بس هو يا عيني كان فاكر ان انا سقطت، فلما عرف ان انا نجحت فهو فرح. ده في سنه تانية. سنه تالته بقى حصل ايه بقى؟ العكس بقى، العكس. السنه بقى اتلم علينا. ايه اللي حصل؟ برضه النتيجه الثانويه عامه ظهرت بالليل، قلت بابا يلا يا ماما النتيجه ظهرت انا لازم اشوفها مش عارف ايه. وبقعد بقى دغدغ في الشقه، ببقى يعني ببقى خايفه قوي مرعوبه، مع ان انا عارفه انا هجيب في رينج كام. انا ببقى عارفه ان انا مش هعدي ال 80 ومش هقل عن ال 70، انا ببقى عارفه رينج ايه، بس برضه ببقى ايه مرتبكه وكده. ده لو ما حصلوش كده يبقى انا انسانه مش طبيعيه. المهم حصل ايه بقى؟ جيت رحت اجيب النتيجه في الثانويه العامه. المهم ابن خالتي جمع ماده مرتين، يعني هي مثلا انا جايب فيها 50 هو قال 50 زائد 50. ففجاه لقيت الثانويه العامه، نتيجه الثانويه العامه بتاعتي كانت 94%. يا نهار ابيض على اللي ماما عملته. ايوه كده انا بنتي جايبه 94%، وزعها بيبسي وزعها بيبسي مش عارف. رحت انا ايه نفدت خالص ما بتكلمش، قلت لها يا ماما دي مش نتيجتي. تقول لي اسكتي انت عارفه انا بقول ايه، اسكتي انا عارفه مستواكي، انت مستواكي كده اصلا، انت هبله ما تفهميش حاجه. قلت لها يا ماما انا مستواي مش كده يا ماما، انا عارفه انا حليت ايه وعارفه انا عملت ايه يا ماما، دي اكيد النتيجه غلط، بص شوفي كده النتيجه من اول وجديد. اسكتي انت ما تشوفش حاجه خلاص، هي دي النتيجه بتاعتها. قلت لها يا ماما انا مش كده. تقول لي انت ما تفهميش حاجه، انا عارفه انا امك وعارفه. فاكر خالص طلع بالفعل هو جمع مادتين ورا بعض، يعني عملها الدبل. وخلاص لقيت النتيجه بتاعتي كلها كده في سنه تانية وسنه تالتة، لقيت نفسي جايبه 77.7. طبعا ده مجموع فني 77.7، يعني مش 6، لا 7 فني كده. فالمهم ايه، راحت ماما بصيت لي كده قلت لها انت هترجع لي بيبسي ولا ايه؟ قلت لها انا عارفه ان انا جايبه كده. المهم بقى ايه، حمدت ربنا وكده. طبعا بيبقى في ناس كتيره زمايلي بقى جايبين مجموعة اكتر مني عادي. في نقطه بقى بلاحظها، احنا
اللي بيجيب مجموع 50 60 70 75% لحد 79% ده بيبقى مش متأثر قوي يعني، عادي بيبقى مش زعلان يعني، بيقعد بقى يشوف التنسيق الكلية بتاعته هتجيبه ايه، اذا كان علم او اذا كان ادب، انا كنت علمي كمان، ومش يعني بنقول ايه، ما كده كده خلاص، اللي عدى عدى، واللي ذاكر ذاكر، واللي امتحن امتحن، نشوف بقى ايامنا الجاية، نشوف بقى الكلية اللي احنا هنجيبها ايه، تنسيقنا ايه، هبقى مرحلة اولى ولا مرحلة تانية كده. دول لحد 79%، اللي بقى من اول 80% لحد 99% وفي 100% دول لو نقص 1% بيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا محزنة، ممكن واحدة تنتحر. طب على ايه تنتحر ليه اصلا؟ يعني انا من وجهة نظري انت عملت اللي عليكي والباقي على ربنا، انت يعني انت بصوا هقول لكم ليه، عشان احنا للاسف واخدين ثقافة غلط ان لازم اللي يخش ثانوية عامة ده يخش 3 كليات، هندسة او طب او اي او في كلية قمة تاني، هندسة وطب ايه، طب بقى بجميع حاجته، او صيدلة لازم، اي تلاتة او علوم لازم، هي دي كلية القمة. طبعا ده اعتقاد غلط، لان باقي الكليات دي هنعمل فيها ايه مثلا، التجارة دي مثلا مش هنعمل بقى تجارة في البلد، الزراعة دي هنجوع، مش هنلاقي حد يخش زراعة هنجوع نموت، يجي لنا جفاف في الارض يموت، بتوع حقوق دول لما حد يتسجن مين يدافع عنه، ان شاء الله امه هتيجي تدافع عنه ولا ايه. فلازم اداب، انا اداب مش هنعلم البلد، اداب تاريخ دي ولا اداب علم النفس ولا اداب فلسفه، لما يجوا بيبقوا مدرسين وبيبقوا عباقره، مش هيبقى في عباقره في البلد ولا ايه؟ التربيه ما فيش تعليم هيبقى في البلد. فهم الاهالي ركزوا عيالهم، انت هتخش هندسه، انت هتخش طب، ما فيش بقى غير كده. فطبعا لما البنت تيجي مثلا جايبه 99% وتلاقي التنسيق عالي، هيبقى ابوها بتبقى مرعوبه، هي عايزه تخش طب باي طريقه. فانا بصراحه بقسم الطلاب نصين، في نص بيبقى يستاهل جدا ان هو يخش طب ويخش هندسه، عشان هو بجد بيبقى هو مخلوق اصلا يبقى كده، وفي واحده بقى بتقعد تقاوح في نفسها وممكن تخش، وفي واحده بقى اللي هو زي كده انا هذاكر وهعمل اللي عليا واللي ربنا كاتبه لي هيكون. طيب نخلص بقى من موضوع النتيجه ده ويوم النتيجه. انا كتبت التنسيقات بتاعتي، طبعا تنسيق جابني اداب وتجاره وحقوق وكده. المهم انا جالي اداب القاهره، انا كنت نفسي اخش جامعه القاهره قوي، دخلتها دخلت بقى كنتش عارفه اخش اداب ايه. انا اصلا اساسا كنت عايزه اخش سياحه وفنادق، سياحه وفنادق ليه؟ عشان بابايا كان مرشد سياحه الله يرحمه، فقلت اشتغل معاه بقى في الدنيا دي واشهر بقى اثار بلدي وكده. بس انا مجموعي ما جابش عشان ايه، سياحه وفنادق كان مجموعها عالي، سياحه وفنادق اللي هي عند القصر العيني دي. المهم انا سكت كده، فبابايا الله يرحمه قال لي ايه، انت تخش اداب وتاخدي، ممكن تاخدي دبلومه سياحه وهتبقي مرشده والموضوع يخلص. قلت له ماشي. وقال لي عارفه محمود سعد المذيع؟ قلت له اه يا بابا. قال لي ده اصلا ده خريج اداب تاريخ، ده اداب تاريخ ده منها عباقره. قال لي قلت له ماشي، مع ان انا كنت بكره التاريخ قوي، بخاف منه، مش بكرهه، كنت بخاف منه. طبعا انا كنت فاكره كده من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، لدرجه ان انا ما دخلتش ادبي دي خالص، يعني اقول لي ماما مستحيل اخش ادبي. المهم بقى انا دخلت اداب تاريخ فعلا، واتقابلت فيها بالظبط على الحروكروك، يعني ربنا كان ميسر لي الامور ودعاء امي خلاني اخش اداب تاريخ بالظبط، مجموعة بالظبط. المهم ايه، يعني زقوني كده فيها وقالوا لي خش نخلص منه. المهم بقى انا دخلت اداب تاريخ، اول سنه سمعت كلام الناس، انت ما تذاكريش، انت بتجيبي ملازم ومش عارف ايه، عارفين انتوا الجو ده. طبعا سمعت الكلام كنت هضيع، بس ونجحت في سنه اولى على الحروكروك. تاني سنه بقيت اعيط، اقول انا كارهه التاريخ، انا مش عارفه اذاكر ومش عارف ايه. بابا الله يرحمه قال لي سهلي لنفسك المواضيع وما تحفظيش، الحفظ ده بتاع الناس الاغبياء، انت افهمي وفهمي تاريخ بلدك. هو في حد يطول يحفظ التاريخ؟ حد يطول يحفظ يعرف تاريخ البلد وتاريخ الناس؟ حد يطول الكلام ده؟ قلت له لا. فكرت كده بدماغي وتفكيري اتغير خالص، بقول ايوه صح، بقيت اذاكر بقى الحاجه وانا حابه الحاجه، بقيت اذاكر الحاجه وانا اشوف المعركه دي دارت بين مين ومين، ومين اللي كسب ومين اللي خسر، مين اللي مات، مين اللي بنى، مين اللي هد. السياسه بقى دخلت فيها، درست حاجات كتيره قوي، بقيت انزل بقى المكاتب بتاعت جامعه القاهره، ممكن اقسم بالله اقعد طول اليوم في المكتبه اجيب بقى اللي هي الفهرس الكبير واقعد اذاكر بجد، اللي انا مش عشان انجح، انا بذاكر عشان يعني خلاص بقى حبيت الموضوع بقى كفايه، خلاص طلعت بتقدير حلو قوي. وانا في سنه اولى بعد ما دخلت الكليه طبعا عامله حسابي بقى ان انا اخش سياحه وفن، ادخل بقى دبلومه سياحه وحياتي بقى رسماها. بابايا الله يرحمه توفى، اتوفى دي يعني
السياحه دي انتهت خالص، انا هروح اشتغل مع مين بره؟ ما اكيد ماما مش هتخليني اسافر لوحدي. فعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى هو اختار لي ان انا اخش سياحه وفنادق، عشان انا كنت دخلت سياحه وفنادق ما كنتش هعرف اشتغل في اي مجال تاني غير السياحه. حمدت ربنا فعلا انا دخلت اداب، لان اداب دي فتحت لي طرق ان انا اشتغل في حاجات تانية، اشتغل مدرسه، اشتغل الشغل اللي انا اشتغلتها كنت شغاله شغلانه حلوه قوي واتكرمت فيها، كنت ممكن اشتغل كذا حاجه يعني اداب متفرعه. مش معنى كده ان انا اداب دي احسن كليه، لا، هو انا ربنا هو اللي كتب لي ان انا اخش اداب. فمعنى كده ان انت لو انت دخلت كليه انت مش عاوزها، اولا ربنا اختارها لك، ثانيا انت ممكن تبقى مختلف وتبقى شاطر فيها، مش لازم تبقى شاطر في كليه طب. ممكن على فكره انا عارفه ناس بيخشوا كليات قمه وبيسقطوا وبيحولوا منها. ليه؟ لان هم داخلينها عشان مجموعهم، مش داخلينها عشان هم حابينها. في واحد ممكن يخش طب وهو بيخاف من الدم ويترعب يسقط فيها ما ينجحش، يكره نفسه. هو الولد اللي الله يرحمه اللي انتحر من برج القاهره كان في هندسه، ليه؟ لان الدنيا كانت صعبه عليه، هو خلاص كره حياته ومن الدكاتره اللي بيعملوه. فمعنى كده ان مش 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 حياتك مش تبقى ورديه لما تخش كليات قمه. انت تخش كليات القمه اللي هي طب وهندسه وكده لما انت تكون بجد، هو انت دماغك اصلا كده دماغك هندسيه، او دماغك انت بتحب الطب جدا ومن صغرك انت بتحب الطب ومخابئ الطب وبتحب تزعل في الناس. لكن انا واحده بخاف من نقطه الدم، ماما كانت لما تيجي تقول لي تخش طب ولا طب ايه ده، انا بشوف نقطه الدم بدوخ. انت ده انا لو رحت دخلت عمليه عاملها الواحد هموته وهو حي، انت بتتكلمي في ايه؟ هو انا يعني لازم اخش حاجه ان انا قلبي متقبلها. وانا فعلا اكتشفت في نفسي ان انا بحب التاريخ، اكتشفت في نفسي ليه؟ لان انا بتفرج على زاهي حواس وبتفرج على الاكتشافات الاثريه والتاريخيه، وبحب اعرف تواريخ. لما بشوف حاجه قديمه بفضل ساكته كده واتاملها بس. عرفت فعلا ان ربنا حطني في المكان الصح. كنت باخد درس انجليزي والمستر كان في ثانويه عامه وجا قال انا كنت عايزه اخش اداب انجليزي، لا كنت عايزه اخش اداب فرنساوي، ومجموع في الفرنساوي ما اتقبلش، رحت دخلت اداب انجليزي غصب عني وكنت بعيط. في الاخر خالص اكتشفت ان اللغه القسم الانجليزي هو اللي نفعني، وانا فعلا اشتغلت جميع المراحل بالكليه اللي انا دخلتها دي، وقلت ان ربنا اختار لي الصح. ساعتها الكلام ده كان بيخش دماغي بس ما كنتش بستوعبه قوي، لان كنت لسه ما دخلتش كليه. بس لما دخلت الكليه فعلا عرفت ان انت ممكن تفشلي في ثانويه عامه، ودي ما اسمهاش فشل، بس تجيبي مجموع قليل في ثانويه عامه بس تنجحي في بعديها. انا بشوف ناس بتنجح نجاح بعد الثانويه العامه دي، ممكن يخش اي كليه اللي هي كليات بقى اللي هي مجموعها مثلا 80% او مثلا 70% 50% و60% والكلام ده، واقسم بالله بينجحوا جامد، بيشتغلوا على نفسهم قوي وبيبقوا كبروا، فهم بقى عندهم وعي، بقوا خلاص حرين. الثانويه العامه دي برضو ساعات بتجيب لنا اكتئاب ان احنا مربوطين مش عارفين مصيرنا ايه. فانت اول ما بتعرفي مصيرك بتشتغل على نفسك. انا اشتغلت على نفسي واشتغلت شغلانات حلوه جدا وكنت بقبض حلو، وحياتي لحد دلوقتي الحمد لله لحد ما ناجحه، ما عنديش اي يعني ما عنديش اي حقد لاي حد جاب اكتر مني مجموع. ما بفكرش كده، في ناس بيجي لها عقد نفسيه، لحد انا عارفه ناس بيجي لها عقد نفسيه ان هم كانوا نفسهم يخشوا هندسه ودخلوا اي كليه تحت هندسه. فنحاول ان احنا نرضى باللي ربنا كاتبه لنا، ونقول ان ربنا بيختار لنا الخير مهما حصل. انت بتذاكري وبتعملي اللي عليكي واللي يحصل يحصل، خلاص الموضوع خلص. انت ممكن انا قلت لك بتطوري من نفسك وبتشتغلي على نفسك. وفي ناس بتبقى انت عندك مثلا محمود الليثي المغني، هو اصلا خريج هندسه وهو شغال مغني. ليه؟ هو حب الغنى، خلاص ما اشتغلش في الهندسه اصلا. محمود سعد المذيع المحترم، هو خريج اداب تاريخ بس اشتغل مذيع، لان هو بيحب الاذاعه. فهو مش لازم نشتغل كل حاجه احنا اتخرجنا منها. يعني ممكن حد يتخرج من حاجه، عندك مثلا كريم فهمي هو اصلا طب اسنان، بيشتغل ايه دلوقتي؟ بيشتغل ممثل ومؤلف. ده بيبين ان انت بتشتغل، اشتغل في الحته اللي انت بتحبها على نفسك. مش تجيبي، لو انت جبت مجموع قليل مش هتقولي خلاص الدنيا وقفت بيا ويا نهار ابيض انا حياتي باظت، وتقوم معلقه لي حبل المشنقه اللي هو التخين ده الدباره دي وتقوم منتحره. هو انت يا غبيه لما تفكري في الانتحار ولا يا غبي؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ مت كافر وخلاص يعني خسرت؟ يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ما نحاول نفكر في باب تاني، باب ده اتقفل نفكر في باب تاني نفتحه، نجرب في حاجه تانيه جديده. ما اعرفش ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده، اقسم بالله.
مش عارفة بصراحة. انا لما جبت مجموع مش عالي في ثانوية عامة عادي، ما قلت يا هنجح في الكلية اللي هخشها. جالي اداب تاريخ، كنت بكره اداب تاريخ، حبيت الاداب تاريخ وجبت تقدير فيها، وبقيت دلوقتي يعني مش عايزة اقول لكم بحب التاريخ، بحب اقرا تواريخ الناس واعرف الدنيا ماشية ازاي. بس هو كده الفيديو بتاعي خلص، ولو عجبك الفيديو تابعني الفيديوهات الجاية واسمعي كلامي او اسمع كلامي. الحياة ما بتقفش على حاجة واحدة، احنا بنجرب. في ناس بتبقى محو أمية وبيشتغل على نفسهم وهم كبار وبيبقوا حاجة، لما بيبقوا حاجة كل واحد ممكن يقدر يعمل اي حاجة هو عاوزها، بس ما نكتئبش ونفقد الامل، لا نشتغل على نفسنا عادي. بس يلا باي باي.